بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معكم أخوكم عبد الناصر أحمد، نعمل شروحات خرسانة. أتمنى أنكم تزورونا على اليوتيوب، لأنك أنت تكتب في محرك البحث في اليوتيوب أو في محرك البحث في جوجل، تكتب أبو سلمة نعمل شروحات الخرسانة والتربة، وإن شاء الله هتنزل لك كل حاجة إحنا عملناها. وأرجو من حضراتكم التعليق، ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا بنتجول ان شاء الله ورضاكم، واشكركم لمتابعتنا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، النهارده ان شاء الله هنتكلم على اختبار احنا كنا اتكلمنا على جزء منه قبل كده، وهو اختبار احنا ازاي هنجيب الوزن النوعي للتربه او الاسباس في جرافتي للتربه. واحنا قلنا في الجزء الاولاني ان التربه ديت بنعملها على النوعين، يا اما التربه اللي فيها كل المقاسات بتبدا منخل 40 حتى اصغر منخل، والنوع الثاني اللي هو التربه الناعمه، ودي ان شاء الله هيبقى نعمل لها حلقه لوحدها. اللي في الجزء الاولاني كنا بنتكلم على التربه الخشنه، وقلنا الطريقه بتاعتها، وقدرنا في حدود امكانياتنا ان احنا نقول الاختبار طريقته ازاي، وعملناه عملي مع بعض. والنهارده ان شاء الله هنطلع النتائج من خلال الاربع حاجات اللي احنا قدرنا نوصل لهم، وهفتكر تاني برضو الاربع حاجات اللي هي قلنا عليهم، هو وزن المخبار فاضي بالسداده، دي وزنه، وزنه تانيه اللي هي وزن المخبار بالسداده بوزن التربه، والوزنه الثالثه وزن المخبار بالسدادة بالمية بعينة التربة، وآخر وزنة وهي وزن المخبار بالسدادة وهو مليان مية لغاية علامة الألف. دول الأربع حاجات اللي احنا إن شاء الله النهاردة في الجزء دوت هنطلع منهم الوزن النوعي للتربة، فهنطبق إن شاء الله الحاجات دي الحسابات دي مع بعض، وياريت نكتب ورا بعض عشان لو كان في خطأ ولا حاجة نتداركه، وانت ممكن تطبق الاختبار دوت على أي عين التربة عندك، وإن شاء الله هتوصل لنتيجة كويسة جدا. بس قبل ما نخش في حته الحسابات، احنا هنجيب المواصفه اللي احنا لمحنا بيها في الجزء الاولاني، وهنفتح المواصفه من جوه ونشوف الاختبار هيتم ازاي. واحنا قلنا هنرجع للكود الامريكي الاي اس ام دي 854، وكمان ممكن حضرتك ترجع للكود البريطاني اللي هو البي اس تقريبا 1377. فنشوف احنا مع بعض المواصفات اللي احنا اشتغلنا منها. دي اول حاجه اللي احنا قلنا الكود الامريكي الاي اس ام دي 854، وهي واضحه بس في جرافيتي اوف سويل. احنا طبعا ما فتحناش المواصفه من جوه، احنا قلنا هنخليات للحلقه للجزء اللي احنا فيه اللي هو الجزء الثاني دوت. طيب نفتح كده المواصفه من جوه ونشوف ايه الحاجات اللي هتهمنا فيها. هنلاقي الاباراتس او الادوات اللي انت هتستخدمها لما تيجي تعمل الاختبار. طبعا هنقراها كلها طبعا، لا انت حضرتك تقراها وتشوف احنا طبقنا لا ولا لا. في بوكنومتر، وبقول لك البيومتريك اللي هو الفلاسك دوت، والسداده والحاجات دي كلها، الخطوات دي كلها. انا بديك بس العنوان بتاع المواصفه وانت تقراها وتطلع الـ 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 الحاجات منها ان شاء الله. في هنا برضو في نفس المواصفه البروسيدور او الطريقه بتاعت الاختبار، هو بيقول لك هنا في طريقتين، طريقه A وطريقه B. انت طبعا هتطبق الطريقه اللي هي هتوفق نوع الماتيريال اللي عندك او المطلوبه عندك من حسب الكود اللي انت شغال بيه، او اللي بيطلبه منك الراجل المسؤول في الشغل عندك، عايز النتيجه على انهي نوع تربه، الجافه ولا الرطبه. في نفس المواصفه برضو اذكركم بيها، احنا عرضناها في الجزء الاولاني اللي هي الكثافه الميه في درجات حراره مختلفه، دي برضو هي ترجع لها برضو عشان انت برضو هتحتاجها وانت بتعمل الاختبار بتاعك. وفي الصفحه الثالثه بتتكلم على طريقه كالكوليشن اللي هي طريقه الحسابات بتاعه الاختبار، ودي ان شاء الله احنا هنطبقها دلوقتي طريقه الاختبار خطوه خطوه، وهنوصل للنتيجه زي ما قلت لحضرتك. انا بدي حضرتك المواصفه اللي احنا بنتكلم من خلالها علشان ما نتشتتش مع بعض، لان احنا مش بنالف طريقه، احنا بنطبق طريقه، احنا فنيين زي بعض فبنطبق طريقه. وانا بقول لحضرتك الراجل اللي هو عايز يشتغل في المعمل بوري له الطريقه هيطبقها ازاي ويقدر يوصل لنتائج ويبقى راجل بروفيشنال ان شاء الله في شغله، ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. وبرضه ترجع للكود البريطاني اللي هو البي اس 1377. احنا مع بعض الاختبار واحنا بنعمله، وهاكد تاني ان احنا شغالين من المواصفه الامريكيه اللي هي الاي اس تي ام دي 854،
ويا ريت تقروها، هتلاقوا في حاجات كتير جدا. طبعا احنا ما قلناش كل حاجه، احنا قلنا كل اللي يهم الراجل بتاع المعمل. احنا قلنا ان احنا طلعنا اربع حاجات هكتبهم دلوقتي وبعدين نكمل شرح. كتبنا احنا الاربع حاجات اللي احنا جبناهم مع بعض، وهما المخبار بالسداده لوحده نت وكان عامل 699.6، والمخبار بالسداده والعينه كان عامل 899.6، والمخبار بالعينه والميه والسداده يعني كل الحاجات فيه، المخبار بالسداده بتاعته وهو مليان لغايه علامه الالف وهو جواه العينه توتال كله توتال وزن كله كان عامل 1825.4. المخبار بالسداده والميه يعني مليان المخبار لغايه علامه الالف دي اخر مرحله عملناها لو تتذكر الفيديو عامله 1699.6. دول الاربع حاجات اللي انا من خلالهم ان شاء الله هطلع الوزن النوعي لعينه التربه اللي احنا عملناها. هات المعادله بتاعتها وبعدين نصفي الارقام بتاعتها من خلال الارقام اللي احنا طلعناها. المعادله بتقول اللي هنجيب بقى مع بعض ان شاء الله الوزن النووي من خلال الارقام زي ما احنا قلنا. الوزن النووي للتربه هيساوي وزن المخبار بالعينه، وزن المخبار بالعينه لوحده من غير ميه، هنقص منه وزن المخبار بالسداده فاضي عشان اقدر اجيب التوتال او اجيب الوزنه بتاع التربه اللي انا اشتغلت عليها اللي احنا وزناها في اول خطوه اللي احنا قلنا عليها 200 جرام. بعد ما جففنا 250 اخذنا منهم 200 جرام عشان اجيب وزن وانا صح. على افتح قوس الطرفين هو وزن المخبار والميه لما عملناها لغايه علامه الالف ناقص وزن المخبار بالسداد. الطرف الثاني وزن المخبار التوتال كله بقى وزن المخبار بالعينه والميه وفيه السداده ناقص وزن المخبار بالعينه لوحده، ده الطرف الثاني. يبقى كده رقمنا الطرفين اهم. احنا هنسيب الورق وناخد ونصفي المعادله بتاعتها دي من خلال الارقام بتاعتنا. اقول وزن المخبار بالعينه في كام؟ وزن المخبار بالعينه اهو. يبقى اقول اول حاجه 809 هكبر الخط عشان يبان و6 ناقص وزن المخبار بالسداده لوحده اللي هو 699.6 على الطرف الاولاني وزن المخبار والميه. ادي وزن المخبار والميه اهو اللي هو 1699.6 طبعا ده طرف لوحده ناقص وزن المخبار بالسداده لوحده عشان اجيب وزن الميه وزنها قد ايه؟ يعني علامه الالف وزنها قد ايه بالظبط؟ هقول المخبار بالسداده فين هو؟ 699.6 اقفل القول دوت اجيب الطرف الثاني ناقص وزن المخبار اللي هو التوتال اللي هو الاجمالي الاربع حاجات المخبار والميه والعينه بالسداده كمان اللي هو عندي 1825.4 1825.4 ناقص ايه اخر حاجه عندي اللي هو وزن المخبار بالعينه لما احنا عملنا اول خطوه جبنا المخبار فاضي وحطينا فيه ال 200 جرام اللي هو 899.6 قفل القوس. طب احنا عايزين نصفي المعادله ديت. لو انا طلعت 899.6 ناقص 699.6 هيديني 200. يبقى انا اول حاجه قدرت اوصل للوزن ده الوزن لان الكثافه بتساوي الوزن على حاجه. لو انا طرحت 1699.6 ناقص 699 هلاقيها بتعمل ده الطرف اللي هو تحت ويبقى 1000 ناقص 1825.4 ناقص 899.6 هلاقيها عامله لي 925.8 تساوي لي كام بقى؟ بقول اقول 200 على 1000 ناقص 925.8 هيديني 74 74 كام؟ 74.2. ايه 74.2 دي؟ دي بتمثل لي الحجم. الحجم اللي ال 200 جرام شغلته. نقسم 200 على 74.2 هلاقيها بتساوي لي 2.695. ايه الرقم ده؟ ده اللي هو الوزن النوعي للتربه اللي انا عملتها. كده الاختبار خلصان تمام او كل حاجه، لكن انت ممكن تبص تلاقي ايه الاستشاري او الراجل المسؤول المدير معاه يقول لك استنى المواصفه 354 بتقول الوزن النوعي للتربه سواء كانت ناعمه او خشنه في درجه حراره الميه 20. ناخد بالنا من دي، درجه حراره الميه 20. يجي احنا سي مثلا
بنحط الكلمات في المخوار اللي شفناها في الفيديو ممكن نقول ظهر دلوقتي، لقيناها مثلا نفترض 25، نفترض ان درجه حراره الميه 25، يقول لك استنى حط في الاعتبار الوزن النوعي للميه. طيب معنى كده ده مش فعلي، ده مش حقيقي، مش ممثل واقع. عايز يمثل واقع، يمثل واقع ازاي؟ من خلال المعادله الصغيره دي اهو، هكتبها كده مثلا التعريف من عندنا، مثلا الوزن النوعي الفعلي عشان بقى ايه واضحين عند حراره الماء 20 سي. ناخد بالنا من دي اهو، ديت ايه هتساوي لي ايه بقى؟ هقول هكتبها بالعربي، هتساوي اهي المعادله اللي كاتبها، الوزن النوعي اللي انا جبته اللي هو ده اللي هو 2.695، بس انا لما جبت ده جبت درجه حراره كام؟ جبت درجه حراره وليكن مثلا 25، هقول في اعمل طرف كده، هقول الوزن النوعي للميه في درجه حراره اللي هي 25. طب اهو اكتبها بالعربي الاول، الوزن النوعي للماء عند حرارة اللي هي اعتمدنا نختار عند حرارة 25 مثلا، على الوزن النوعي للماء عند حرارة 20. أصفيها كده هقول الوزن النوعي بتاعي ده أنا عملت فيه الاختبار 2.695 في، طب الوزن النوعي للميه عند حراره 25 كام؟ انا دلوقتي هعرض الجدول على الشاشه وهعمل علامه على درجه حراره ال 25 عامله كام؟ هنلاقيها عامله 0.99774 على الوزن النوعي للميه عند درجه حراره 20 برضه معروض على الشاشه وعليها علامه، بصوا عليها ولو بصيت في الجدول هلاقيها عامله 0.99832، وهي واضحه على الجدول اللي قدامكم على الشاشه وعليها علامه اهي، اللي هي بتساوي احسبها اللي هي عامله نضرب طبعا اقسم طبعا اللي هو درجه حراره 25 ديت على درجه حراره اللي هي 20 ديت، اللي هي بتساوي 2.695 في، طبعا مصطفي الرقم بتاعها اللي هي 0.9984 في كام رقم كده، ده نتيجه قسمه ال 25 على درجه حراره 20 اللي هي بتساوي في الاخر 2.691. يبقى ده الوزن، ما هكتبها كده هبقى ده يعتبر الوزن النوعي للتربه عند حراره 20 سي زي ما الكود بيقول. يبقى ديت الرقم بتاعي اللي هيخش معايا بعد كده في اي شغل انا شغاله. يبقى ده مش الفعلي، ده عند الحراره 25، لكن انا يهمني عند الحراره 20 زي ما الكود بيقول. اتمنى انكم ان شاء الله ترجعوا للمواصفه ديت، ولو كانت في اي حاجه ناقصه احنا اخطانا فيها او يعني وقعت مننا ما قلناهاش نرجع للمواصفه تاني، ويا ريت برضه تردوا علينا لو في خطا بالحساب. طبعا الارقام دي حضرتك مش ملزم بيها، الرقم ده بيبقى خاص بنوع التربه اللي احنا بنعمله، يعني انت اللي يهمك الطريقه بتاع الاختبار. انا بحب اساعدك كراجل فني ان انت هتتم الاختبار ازاي، لكن الارقام انت مالكش دعوه بيها. يعني انت ممكن دلوقتي بعد ما تشوف الفيديو لو ربنا اراد وشفته حط ارقام عندك افتراضيه وطلع وشوف النتائج هتعمل ايه. اتمنى انكم تراجعونا كدوت وتعلقوا في على الفيديو، وما تنسوش تعملوا لنا اعجاب بالصفحه، وبكده انا خلصت، واتمنى ان انا اكون وفقت، واشكركم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واشكركم لحسن متابعتكم، وكان معكم اخوكم عبد الناصر احمد بربري لعمل شروحات خاصه بالتربه، واتمنى ان اكون وفقت، وارجو منكم التعليق، ما تنسوش متابعتنا على يوتيوب وعلى صفحتنا في فيسبوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.